كيف كنشوفوا هنا اليوم كنشكروا اولا الصحافه اللي جات، كنشكروا شوف تي في اللي جات عينت المكان المخصص لتعليم السياقه ما يسمى بالمدار. هذا المدار ما كيتوفرش على ادنى الشروط ديال سميتو ديال السلامه، البلايك ما كاينينش، كنعلموا في طريق عموميه، المراحيض ما كايناش، بعض الاحيان كتكون الريح قويه وكيكونوا الامطار، بعض المرات كيكونوا البراك ديال الماء، الناس كيلقاو المشاكل بزاف في التعلم هنا في تلقي الدروس ملي كنتلقنوا، ما كاين لا تشوير طرقي ما كاين لا والو. كيف كتشوفوا البطوات كيطيحوا بعض المرات في الامتحان وكيتسبوا في المشاكل للمرشحين. غندوز ان شاء الله للامتحان اليوم، ولكن بالنسبه لهاد الحلبه كتبان لي انا ناقصه، كاينينش المرافق هاد الوقيته فاش دارينا الامتحان، ما كاينش فين نتغداو، وبلي بان لي انا حتى لا سيركيلاسيون، كاينين طوموبيلات اخرى كيدوزوا، وهاد الوقيته دابا مع الشمس وما كاين فين تاخذ لا تاكل لا تشرب لا تجلس، هذا اللي بان لي انا بالنسبه لهاد الحلبه. ولكن من ناحيه لي مونيتور ومن ناحيه الناس اللي حنا معاهم هنا كلشي مزيان الحمد لله، دابا بقات غير في المكان هو اللي ناقصو شي حاجه شويه مازال. الوغ كنشوفو الحلبة فيها بزاف تاع لي ديفو، ما كاينينش المراحيض هنا كما كتشوفو، كاين غير كيوسك صغير، كثر الطوموبيلات، الحفاري كثر. الوغ نتمناو يكون شي حل، حتى باركينغ راه كتشوفو كيكون عامر، تما يشوفو هنا شي حل صراحة هنايا فاش كيكون بحال دابا امتحانات كيكون العجاج، كيبقاو يطيحو البوطوات. المهم داكشي كاريتي شويه هنايا خصهم يقادو هنايا، ما صالحش للسياقه ولا شحال من حاجه كنتلاقاو مشاكل، مرافق صحيه ما كاينش فين غتجلس، ما كاين حتى شي حاجه اللي مزيانه، حنايا كنضلوا هنايا في الشمس. شوف ما عرفتش انا هاد الناس، عطى الله مدينه اكادير مدينه سياحيه وكبيره وما بان لهم غير هاد البلاصه وكل شيء، يعني اي بلاصه كيجيو لهاد المكان باش يدوزوا فيه. انتم راه كتشوفوا الوضع ديال الحلبه في القضيه ديال اكادير وكيعاني منها الجميع، خصوصي في الدرجه الاولى كيعانيوا منها المدربين والارباب تعليم السياقه من خلال الضيق ديال المساحه والقضيه ديال الطريق. كنعلموا الناس في طريق السيار، بمعنى يكون جيت واحد شويه غتشوفوا بعض الاحيان التاكسيات والرموقات والكيران كيدوزوا في هذه البلاصه من خلال ملي كتكون في ذيك زمان كيكون هذاك المشكل. الدرجه الاولى كنعانيو منها حنا ملي كنجيو وكتشوفوا القضيه ديال الوضع ديال الحلبه، ما كاين لا الماء، ما كاين حتى شي حاجه، ما كايناش حتى القضيه ديال المواطن ملي كنجيبوا لهنا كيضطر بعض المرات المدربين يجيبوا بعض المرات بعض العيالات ملي كتبغي غير المرحاض كيضطر باش يرجعها للمدينه. دونك ما كتقدرش تستحمل واحد ساعتين ولا ثلاث سوايع ديال المكانه هنا، وهذا المشكل كيعاني منها الجميع. والقضيه ديال المشكله ديال الامتحان كيفاش كدوز، المعايير ديال ليك زمان هما تحطوا في الورق والطريقه ديال ليك زمان كيفاش تحطت، ولكن ملي كنجيو للحلبه ما كنلقاوش ذاك المعايير في البلاصه ديال ليك زمان من خلالها القضيه ديال الكراجات وستاسيونمون ديميتور وداك الشيء. حنا بالنسبه لنا كنعانيو ملي كنجيبوا هذيك لي نوط اللي تعطاو الطريقه باش يعلموا المدربين، ملي كنجيو نحطوهم في القضيه ديال الساحه اللي مختصه ليك زمان ما كايناش فيها ديك الشروط. حنا كنعلموا في الشكل وليك زمان كتحط في الشكل والمواطن كيعاني وحنا كنعانيو في الدرجه الاولى. وخلي بعض المسائل كنشوفوا دابا القهوه كانوا فيه المراحيض وهي غير تسدات، والقضيه ديال الخزانه ديال الدوله كتدخل واحد الاموال طائله على هذا المواطن في التنبرات وجميع المسائل، ولكن ما توفرش عندنا حاجه، ما توفرش. هذا هو دابا شكون اللي غيتحمل المسؤوليه في هذا الشيء؟ واش كيتحمل المسؤوليه مجلس البلدي؟ واش وزاره النقل؟ واش الداخليه؟ وكلهم كيشوفوا هذا الشيء، ولادهم كلهم كيدوزوا هنا.